نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الأستاذ وسام شبلي. فقط متابعة لما كنا عم نحكي عن جانب الأمني بالداخل اللبناني، معروف قبل الانتخابات وبعد عمل المؤسسات والتحضير للانتخابات ويعني انتظام عملها، كان في كلام بالخليج وبالداخل اللبناني عن مرحلة إيجابية جديدة ولبنان سيشهد إعادة للمغتربين للخليجيين للسياحة ولغير السياحة وللأعمال. اليوم أستاذ عون الكعكي عامل مقال حول هذا الموضوع يعني وعن الداخل اللبناني بشكل عام، أنه تلقى اتصال من أحد قريباته بالرياض بالمملكة العربية السعودية وأنه قالت له نازلة على لبنان من شان شهر رمضان تكون هون، ولكن إحدى صديقاتها كمان كانت دقت له وقالت له أنه نحن نازلين أيضا على لبنان من دول الخليج، ولكن بعد اللي صار بشوارع بيروت وبعد الأحداث الأمنية أحدثت نوع من التردد عند كثير من الناس اللبنانيين وغير اللبنانيين، لأنه ما ظهر وبين وكأنه فعلا الشوارع هي ساحة حرب إذا بدنا نقول. اليوم نحن يعني حصول انتخابات في لبنان وهو كان استحقاق دستوري حصل بأجواء فينا نقول أجواء أمنية ممتازة جدا يعني، وهي تحية اليوم للأجهزة اللبنانية، الأجهزة اللي قامت إن كان الجيش اللبناني أو قوى أمن اللي قاموا بدور حماية هذا الاستحقاق، وحصل رغم بعض يعني التفاصيل اللي هي لا تذكر، وحصول الاستحقاق هذا دليل عافي للمؤسسات ودليل عافي للبلد. يعني اليوم إذا بلد في مشكل ما فيك تعمل فيه انتخابات باشتباك سياسي تحت بقانون خلق يعني حديث يعني انفراد اذا فينا نسميه للقوى السياسيه، كل قوه سياسيه كانت عم تقود معركه لوحدها بوجه كل القوى السياسيه الثانيه، وكان في معركه يعني معركه قاسيه اذا فينا نسميها بكل الدوائر اللي حصل فيها انتخابات، فهذا بيعكس جو من يعني يعكس جو ايجابي ان كان محلي او اقليمي او دولي، لانه وضع البلد متجه بالاتجاه الصحيح. وان كان يسجل هذا المسار يسجل، وبرجع باكد للتسويه السياسيه التي حصلت بانتخاب الرئيس ميشيل عون رئيس للجمهوريه، وهذا المسار اللي بعده مكمل لازم يستمر لحتى فعليا نامن بيئه يعني مرتاحه جديه لحتى يكون في عندنا صيف مرتاح. بس للاسف يعني اليوم التطورات اللي عم نسمعها ومن الموضوع الايراني وغيره هذا بيرجع يعني هيك بيعمل نوع من القلق على هلك حيكون عندنا صيف حار سياحيا واستثمارات ولا حار امنيا، فهذا سؤال كثير كبير والناس بتصور قلقانه بهذا الاتجاه. فنحن بنتمنى المسار اللي فيه خير للبلد واقتصاد، لانه نحن ناطرين هذا الموسم وناطرين هذا قبل ما نفوت بالمرحله المقبله مجلس نواب وموضوع الحكومه، ويعني في قراءات متعدده لما افرزته هذه الانتخابات من كل الافرقاء بكل المناطق اللبنانيه. حضرتك من منطقه البقاع الاوسط الغربي وبالتالي ما جرى بالبقاع الشمالي والاوسط ومنطقه البقاع وبعلبه الهرمل، هذه النتائج الى مدى تشير؟ امبارح صار في احتفال بعرسال بفوز النائب بكر الحجيري يعني باصوات البقاعيين واهالي عرسال. بنبلش من البقاع الشمالي يعني من عرسال وبعلبك تحديدا، هيدي المنطقه اللي يعني حرمت على مدى طويل من او عقود طويله من الزمن من انه يكون في عندها تمثيل حقيقي على المستوى السياسي على مستوى النظام السياسي. يعني في هذه الانتخابات حققت انتصار كتير كبير، ونحن بنعرف قديه يعني حزب الله سعى انه ما يحصل هذا الخرق، ويعني ترجم للحظات الفرز بكل ما يعني رافق عمليه الفرز بسرايا بعلبك والاستنفار ومحاوله يعني ضغط باتجاه لتغيير واقع النتائج. اليوم اهل بعلبك الهرمل وعرسال اليوم يعني حققوا فعليا انتصار كتير كبير، اذا بدك حققوا خرق كتير كبير على مستوى، لانه المكان الوحيد اذا فينا نسميه اللي قدرت حقق يعني خرق بوجه لوائح حزب الله بغير مناطق الا الخرق اللي حصل في
في جبال، ولكن عاد ومن ثم جبال مختلف مثل الوزير الملك مرف. يعني، نعم مختلف. يعني فاز على لائحة، على اللائحة، وانضم إلى كتلة، إلى كتلة أخرى، كأنه مثل الوزير الملك يعني اللي كان. ولكن هذا الموقف يعني كان مع الموقف كان قبل يقال بهذا الإطار يعني بكل الأحوال. ولكن الواقع في بعلبك الهرمل كان نتيجة ممتازة، حصل فيها خرق للقوات وللمستقبل. وأنا تقديري هذا يعني هيدي المنطقة اللي كمان محرومة إنمائيا وسياسيا اليوم أصبحت موجودة على الطاولة على المستوى الوطني. بالنسبة للبقاع الغربي والمنقاص، نحن كنا بنتمنى نتيجة أفضل لأنه نحن عندنا حضور سياسي وازن، ونتمنى أنه إن شاء الله من هون للمرحلة الجاي نقدر نستعيد يعني او نقدر نترجم قوه تيار المستقبل على المقعد النيابي. بتصور ان تظهر بشكل بطريقه مختلفه، بطريقه جديه تعكس حضور وقوه تيار المستقبل بهذه المنطقه، لانه وجود الرئيس الحريري قبل الاستحقاق اظهر التعاطف الشعبي الكبير اللي ومدى حب الناس ويعني لمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولشخصية الرئيس الحريري وكاريزما الرئيس الحريري. ولكن ببعض يعني حصل بعض الثغرات في بعض الأماكن، إن كان بتوزيع الصوت التفضيلي أو غيره، أدى كان فينا نربح بعض نواب، نحن اثنين بالبقاع الغربي يعني بين البقاع الغربي وبين البقاع الأوسط. بعتقد أنه قادرين إن شاء الله بالمرحلة الجاية نرجع نحسن هذا الواقع. هم بذكر أنه حضرتك كنت ضيفنا قبل كم يوم من يعني بأسبوع يمكن من الانتخابات، وكنا عم نحكي عن عرسال وهذه المدينة البلدية اللي أصبحت كأنها معزولة عن لبنان، اليوم صار عندها صوت مجلس النواب، وهذا اليوم منه قليل. هذا اليوم إنه يسجل يعني لحرص تيار المستقبل على إنه يكون في معركة ويكون في لائحة ويكون في مرشحين بهذه المنطقة، وكان عندنا مرشحين اثنين، واحد حلف الحظ وواحد ما حلف الحظ، ولكن بعتقد انه التمثيل السياسي حصل. واليوم عرسال رغم كل المسار اللي حاول عزله، اليوم دخلت من بوابة مجلس نواب على طاولة مجلس نواب، على هذا يسهم بإنمائها بالدفاع عن حقوق الناس فيها مثل كل النواب بكل المناطق، ويسهم الى يعني فك الاحتقان والإحباط اللي كان موجود عند أولاد المنطقة وإحساسهم بأنه هن مش لبنانيين. نعم بالنتائج يعني أكيد بدنا نهني كل اللي نجحوا، ولكن في ناس ما نجحوا في هذه الانتخابات، وهذه اللعبة الديمقراطية بتصير. وطبعا الصوت بيعلى أنه كان فينا نجحنا ولكن صار هيك، أو في محاولات للعزل أو للحصار. والاتجاه اليوم للكثير من الذين لم يحلفهم الحظ أو أنه ما كان عندهم فرصة بالنجاح بالانتخابات لتقديم طعون أو أنه تعلية الصوت أو أنه يعني وهذا يحصل طبعا اليوم. هذا مسار قانوني وقائع هذا مسار قانوني، يعني هذا مسار قانوني ودستوري في مارسه أي مرشح بيعتقد أنه هو تم يعني عنده معطيات انه هو تقديم طعون. ولكن كل الكلام انه بالرشاوى وبالمصاري وبسحب الاصوات يعني بهالموضوع بإطار عام. بقول لك هالموضوع اليوم صار فيه يعني فيديو، يعني صار فيه بالصوت والصوره وثائق بتدل على، وهون بدي اشير الى يعني حجم المال السياسي الذي استعمل اقله ضد تيار المستقبل وبالمناطق اللي كان عم بيخوض فيها معركة تيار المستقبل. بس كل عمره بالانتخابات تيار المستقبل كل عمره بس، ولكن كان دائما يتهم فيها تيار المستقبل، وانه تيار المستقبل كان يحصل كتلته النيابيه بالمال السياسي. اليوم بظل قانون هالقد صعب، نحن اليوم قدرنا نحصل كتله نيابيه كثير وازنه وباللحم الحي، مش بالفلوس ولا بدعم سياسي ما بعرف من وين، ولا بمال سياسي ما بعرف من وين، وكل هذه الاتهامات اللي كنا نتعرضنا. اليوم قدنا المعركة بكاريزما وبأداء وبحضور سعد الحريري. اليوم في سعد الحريري، دولة الرئيس سعد الحريري هو اللي كان عم بيقود هذه المعركة بشخصه بحضوره، مش بس بإرثه، يعني ولد بمعمودية بال2005 بمعمودية دم الشهيد والده، اليوم عم بيولد من جديد بمعمودية ثقة الناس، محبة الناس، بكاريزما قدرت توصل لكل الناس، بشخصية سعد رفيق الحريري القائد السياسي اللي قادر يقود هيدي السفينة بشخصه برؤيته بحضوره المباشر، مش بس متكلين على إرث الشهيد رفيق الحريري اللي نحن طبعا نحن هيدي هذا اذا بدنا يعني الزاد الدائم اللي نحن
نتلمس منه مسارنا ورؤيتنا إلى المستقبل، ولكن اليوم في مثل ما عبر عنا أنه موديل 2018 غير موديل 2010 على طريقته الرئيس الحريري، وكان حاضر أنه تيار المستقبل كان على كل الجبهات يواجه الكثير من التحديات. نحن كنا كل الجبهات، وكنا مش موضوع انتخابات فقط، عم نواجه لحالنا. وبعدين حتى أكون هون واضح بهذه النقطة، تيار المستقبل خارج من أزمات ومنعكاس أزمات على واقعه. يعني الأزمة السورية إذا انعكست على حدا انعكست على تيار المستقبل، على قواعده، على 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 بيئته، على كمية يعني النفخ اللي حصل بالبيئة اللي هو بيمثلها. اليوم نحن خلال يعني خلال إذا فينا نسميها أشهر بعد عودة الرئيس الحريري ومن بعد يعني استعادة زمام الأمور، قدرنا نرجع نتماسك، قدرنا نرجع نبني يعني مسار، نقدر نحسن واقعنا وحضورنا السياسي وتواصلنا مع الناس بسرعة قياسية. والنتيجة اللي حققناها كان في كتير من الناس مراهنين انه نحن انشطبنا من المعادلة الوطنية، انشطبنا من المعادلة السياسية، وكل اللي قالوا هذا الكلام اليوم صاروا خارج المعادلة السياسية. والحاضر الأكبر والأقوى على المستوى الوطني هو تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، واليوم سعد الحريري هو زعامة وطنية صنعت في لبنان ونقطة على السطر. بدأ الكلام والتحليل وحتى قبل الانتخابات أنه هناك مرحلة جديدة، وهذا ما جاء اليوم بصحيفة الحياة وبأكثر من صحيفة والشرق الأوسط، أنه المرحلة الجديدة المقبلة مرحلة سياسية ما أفرزته نتائج الانتخابات وما قد يشكل من تكتلات وتحالفات بالسياسة غير بالموضوع الانتخابي، سينعكس على موضوع الحكومة، على تشكيلة، وبالتالي في ضوء أنه لبنان عنده التزامات دولية قادمين، يعني في مؤتمرات وعلى خط النهوض، وبالتالي من يساعد بالمجتمع الدولي على لبنان يكون جاهز وما يتأخر تشكيل الحكومة ويصير مطالبة بهذه الحقيبة من هون أو هذه الحقيبة من هون. أنا بدي أطرح نقطة، النظام النسبي بكل دول العالم بيشكل فرصة لتمثيل أوسع وصحيح أكثر، وهيك صار، وهيك صار في لبنان، ولكن يشكل عقبة أساسية الحكم في تشكيل الحكومات واستمراريتها، وهذه معروفة موجودة بكل دول العالم اللي بتعتمد النظام النسبي. يعني عندما بيصبح هناك كتل أكبر في المجلس النيابي بيصير في صعوبة على أنك تعمل استقرار حكومي في تشكيل حكومة. فاليوم الخوف أنه في لبنان يكون في صعوبة، لأنه اليوم أصبحت يعني أصبحت القصة هناك، بس القانون كمان أعطى قديش ما كل فريق حجمه. هل هون السؤال، هل القوى السياسية رح تقبل بأنه تمارس دور بانطلاقا من قواعد النواخية، القواعد الديمقراطية اللي أصلا أنتجتها القانون الانتخابي؟ يعني إذا اليوم بدنا نشكل حكومة في فريق سياسي ما قبل بتشكيل الحكومة أنه والله أنا حجمي بوزير بالزايد أو وزير بالناقص أو هيدي الحقيبة أو هيدي الحقيبة، نعمل حكومة من 50 وزير يعني وخروج هذه القوى سيشكل فرصة أنه يكون في سلطة وفي معارضة، ولا حنعمل نوع اللي اسمه الديمقراطية التوافقية؟ يا منكون كلنا بالحكومة، يا منكون ليبرات الحكومة بيصير في مشكلة بالحكم. هذا الواقع وهذا السؤال التحدي اللي حنواجهه بالمرحلة المقبلة. ما الذي يحكم اليوم مفروض يفرض على لبنان؟ مفروض طالما هناك أصبح في تمثيل سياسي لكل القوى ومرتاحين لنتائج الانتخابات ومبسوطين أنه نحن الأحجام هي مرتاحين لأحجامنا، فلازم اليوم نرتك يعني نكون مقتنعين أنه اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها للأخير. إذا تم تشكيل حكومة فيها أكترية لازم تحكم هذه الأكترية، وهذه الأقلية المعارضة لازم تلعب دور معارضة. اللي ما بده يشارك بيكون بدور معارضة. بس هل في بلبنان بعض القوى تقبل أنه تلعب دور المعارضة، ولا إذا خرجت من السلطة ممكن تشكل نوع من عدم استقرار للنظام السياسي وللحكومي وللبلد، وتعكس هذا الخروج بالمعارضة إلى واقع أمني، واقع من لا استقرار؟ هذا سؤال كثير كبير. نحن اليوم امبارح الرئيس الحريري قال بمؤتمر الصحفي بعد الانتخابات، قال سؤال أنه نحن إذا ما أنت كنت رئيس حكومي، قال فيروح يعملوا يعني يشكلوا حكومي ورئيس، أنا مني راكد وراء رئاسة الحكومة، الشرط يكون لمصلحة البلد. وقال أنا إذا حط علي شروط، قال أنا ما حدا بحط علي شروط، وهذا ما واضح أنه أنا ما فيني حط شروط إلا إذا كانت تخدم البلد.
لانه بلشت يعني الرسائل بلشت الرسائل قبل ما يصير قبل الانتخابات بلد. واللي قالوا يعني نعيم قاسم واللي قال بمحلات اخرى انه ما قبل غير ما بعد، لكن دائما الكلام الانتخابي يقال غير ما هو بعد الانتخابات. واليوم نتائج الانتخابات اصلا هي ما في تحكم. ما في حدا يتخطاها بقى. في اليوم كتل وزني، في تمثيل سياسي واضح، ما في تطلع تخرج. ولكن نحن كان معنا 34 نائب والرئيس الحريري بكتلة الرئيس الحريري، وخرجنا من السلطة بعد بتعرف بعد القمصان السود، وقعدنا بالمعارضة وما قدروا يحكموا البلد. فاليوم فيهم يمارسوا يعني أي فريق بيحاول يعمل إقصاء لأي فريق آخر. نحن بنعرف نحن كفريق سياسي رح نمارس المعارضة لأنه نحن فعليا نؤمن بالديمقراطية. أما الفريق اللي بده ما بيقبل المعارضة، ما في يعكس هذا الواقع على الناس، وقف عرق الانتظام عمل مؤسسات والبلد البلد. وخاصة أنه حينعكس على الوضع الاقتصادي اللي أصلا هو سيء، رح يصور أسوأ أكثر في بظل فرصة فتحتها الحكومة برئاسة الرئيس الحريري على المؤتمرات الدولية والدول المانحة والأموال اللي ممكن تجي للبلد، واللي هي بانتظار حكومة جدية تقدر تعمل إصلاحات طبعاً. ومجلس نيابي يسن قوانين تتلائم مع متطلبات هذه المؤتمرات اللي حيعود ريعة لو واقع على لبنان. يعني اليوم معركتنا اليوم بالاقتصاد صدقني معركتنا بالإنماء. ما بقى عندنا كتير وقت، ولكن كل الكلام يقال بالحسابات السياسية أيضا في كلام عن حكمة وتوافق سياسي بده يكمل من أجل البلد. نحن نتمنى والمحطة بعشرين أيار يعني اكتمال رسميا مجلس النواب. نحن نتمنى وانتخاب رئيس مجلس ومنفوذ ان شاء الله. نحن نتمنى، نحن اصلا منعربين هذه الرؤيه. رح نتابع معك استاذ وسام القسم الاخير من كلام بيروت. ابقوا معنا مشاهدينا.